اهلا بكم مجددا مشاهدينا، وصلنا الى اخر فقره من مشوارنا لهذا اليوم. سيكون الحديث عن تاريخ القدس، عن اهميه توثيق تاريخ القدس سواء الشفوي وغيره من المواضيع على كافه الاصعده، منعا لتهويد هذا التاريخ ومنعا لتزوير التاريخ المقدسي والفلسطيني والعربي والاسلامي لهذه المنطقه. للحديث عن هذا الموضوع سنتحدث مع سيد دكتور طلال أبو عفيفة، مدير عام ملتقى المثقفين المقدسيين اللي لهم مبادرات عديدة في دعم التاريخ المقدسي ودعم المثقفين المقدسيين بكافة الأشكال وبكافة المراحل. دكتور طلال صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية أستاذ. يعطيك ألف عافية. الله يزيدكم عافية. هناك عدد من المبادرات تطلقها ملتقى المثقفين المقدسيين للاهتمام بالثقافة المقدسية والفلسطينية بشكل عام، للاهتمام بالفن والثقافة بكافة أنواعها، الفن والأدب والتاريخ. وبالفترة الأخيرة تم الإعلان عن مسابقة للبحث في التاريخ المقدسي. لو نتحدث قليلا عن التاريخ المقدسي وأهميته لأنكم تعملوا هذه المسابقة للسنة الرابعة على التوالي. يعني كما تعلمين أنه تاريخ مدينة القدس هو تاريخ عريق منذ آلاف السنين قبل الميلاد. نحن في ملتقى المثقفين المقدسي قررنا منذ 4 سنوات أن ننظم مسابقة في كتابة البحث التاريخي عن القدس. نعم. حيث كان هذا هو العام الرابع، وعنوان المسابقة هذا العام هو من ثورة البراق عامي 1929 و1930 حتى انتفاضة الأقصى التي تفجرت في نهاية عام 2000. نعم. هذا العنوان نطالب به طبعا المشاركين من سن 18 إلى سن 30 أن يكتبوا في هذا البحث، ونقوم بنهاية المطاف بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين. نعم. أستاذي لو نتحدث عن تفاصيل البحث، نحكي الفترة الزمنية التي تمنح للمشاركين، للفترات التاريخية بالضبط من أي فترة إلى أي فترة، أو على الحقبات. نحن نعلم بأن هناك حقبات محددة يجرى البحث حولها في كل سنة في كل بحث من هذه البحوث. صحيح، كانت المسابقة الأولى تحت عنوان مدينة القدس منذ 3000 قبل الميلاد وحتى الفتح الإسلامي. شارك في هذه المسابقة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف محافظات الوطن. أما المسابقة الثانية فقد كانت تحتها عنوان القدس منذ الفتح الإسلامي وحتى تحريرها من قبل الناصر صلاح الدين عام 1187. أما المسابقة الثالثة فقد كانت تحت عنوان القدس تحت الحكم العثماني منذ عام 1517 وحتى 1917. نعم. هذا العام قررنا أن تكون المسابقة تتحدث عن ثورتي في تاريخ الشعب الفلسطيني، ثورة البراق وثورة الأقصى، والفترة الزمنية الممنوحة للمتسابقين هي شهر. نعم. ونصف، حيث سيكون آخر موعد للمشاركة في 15 حزيران القادم. دكتور طلال، هاي الفترة اللي هي من سنة 36 لسنة 2001، هل طبعا في ناس كتير موجودين معاصرين لهاي الفترة، هل تعتقد انه التاريخ الشفوي من الممكن ان يكون له مساهمات في هاي المسابقة، انه ممكن يقدروا يتبعوه الباحثين والباحثات في هذا المجال؟ لا شك، لا شك، يعني هناك التاريخ المكتوب وهناك التاريخ. نعم. الشفوي، وخاصة أن فترة 36 يعني هناك ما زال بعض الرجال وبعض النساء عايشين حتى. نعم. الآن، ويمكن الاستفادة منهم في كتابة البحث. وكتابة هذا البحث بشكل خاص يعني نطالب بالتركيز عن ثورة البراق وأسبابها. نعم. وفي ذات الوقت انتفاضة
الشق الأقصى وأسبابها، والعامل المشترك ما بين الثورتين خاصة أن القدس والمسجد الأقصى هو كان المستهدف في يعني هاتين الثورتين. وبنفس الوقت ما بتغششهم أنت للباحثين والباحثات، تعطيهم لا يعني هذا المطلوب، لأنه نحن لا نريد أن يغوص الباحث في الفترة الزمنية الطويلة. نحن طلبنا ضمن شروط البحث أن يكون التركيز في 5 نقاط: أسباب كل من الثورتين، نتائجهم سواء كانت سلبية أو إيجابية، العامل المشترك ما بين الثورتين، مدى تفاعل الموقف العربي والدولي والإسلامي مع ثورة البراق وانتفاضة الأقصى. ما هو حجم البحث المطلوب، عدد الصفحات، وهل يتسنى لكل الباحثين والباحثات الفرصة لكي يدخلوا إلى جميع المكاتب أو المكتبات في معاهدنا الأكاديمية وفي جامعاتنا من أجل الحصول على مصادر معلوماتية؟ المستهدفون من البحث طبعا هم الشباب والشابات من سن 18 إلى سن 30، وبشكل خاص طلاب المعاهد والجامعات. بعتقد المكتبات في كل مكان مفتوحة لل يعني من يريد الغوص في يعني هذا في هذه المواضيع. وفي نفس الوقت المنطقة المستهدفة هي كافة محافظات الوطن. صحيح خلال المسابقات الثلاث كان المشاركين من محافظات الضفة الغربية، لكن نأمل في المسابقة الرابعة أن تشارك قطاع غزة في هذه المسابقة، ويشارك شبابنا وشاباتنا في الشتات في هذه المسابقة، خاصة أنه هناك في توزيع جوائز مالية لاختيار 7 أو 9 فائزين، حيث ستكون الجائزة المالية 500 دولار. لا شك بأننا نحن نترقب نتائج هذه الأبحاث التي سوف يجريها ويقوم بها الشبان والشابات في هذا البحث المتعلق. ممكن انها بشار حتى انها تسد الثغرة عدم معرفة الشباب الايام هاي بتاريخ القدس تحديدا، في ظل هذا التهويد وفي ظل تزوير تاريخنا المقدسي والفلسطيني بشكل عام. يعني هذا هو الهدف يعني. صحيح خاصة ان ثورة البراق يعني كان من نتائجها ان تم تشكيل لجنة دولية في ذلك الوقت للبحث في ملكية هذا الحائط، حيث كانت النتيجة أن صدرت قرارات دولية بأن هذا الحائط هو حائط إسلامي بحت. وفي ذات الوقت يعني لابد أن أشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ووزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني، لأنهم هم اللي بدعموا هذه المسابقة على مدار 3 سنوات، ولولا الدعم المالي لما استطعنا أن نستمر في هذه المسابقة. كل التوفيق إن شاء الله لجميع الباحثين. السيد طلال أبو عفيفة، مدير عام ملتقى المثقفين المقدسيين، شكرا جزيلا لك. وبهذه الفقرة مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الخير يا قدس. كان معكم في الإعداد بشار صغير ومي أبو عصب، ونوجه التحية أيضا لمدير الإنتاج نادر بيبرس وللمخرج إبراهيم القليبو ولكل الأيدي العاملة والضيوف الذين ساهموا في إنجاز هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء، نراكم الأسبوع القادم.